السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناة حنا لايف. اليوم غادي ناخذكم معايا في جولة او فلوغ الى حديقة الحيوانات بمدينة الرباط، جاردان زولوجيك دوغابا. غادي نعطي بعض المعلومات فقط للتعريف بالحديقة. فالحديقة كتواجد عفوا بحي يعقوب المنصور او الحزام الاخضر، بلاصة اللي ممكن انكم تمشيو ليها بطاكسي صغير او طاكسي كبير، وحتى طوبيسات ممكن انهم يديوكم لتمك. تم تأسيس ديال هاد الحديقة سنة 2012، وهي كتعتبر من أكبر الحدائق اللي كاينين في المغرب، نظرا للمساحة اللي فيها تقريبا 50 هكتار، و كتضم 2000 حيوان و190 فصيلة حيوانية، أغلبها من إفريقيا. والحديقة كتفتح من 10 ديال الصباح الى حدود 5 او 6 على حسب الفصل، واش الفتره ديال لاباس سيزون يعني وقت البرد، او لا لاوت سيزون اللي هو الصيف، كتبقى ديك الساعات حتى لستونس. بالنسبه للتيكي او البي، فبالنسبه للصغار كيخلصوا 30 درهم، وبالنسبه للكبار البالغين كيخلصوا 50 درهم. طبعا اذا كان العدد كبير ديال الاشخاص، يعني مثلا في اطار مدرسه او روض، فالثمن كيكون مخفض جدا. دونك كما قلت، بالنسبه لهاد الحديقه فيها بزاف ما يتشاف، واللي بغى يستغل زعما الفرصه ابشع استغلال. انا كنصح انه تمشيو من الصباح وتبقاو تماك زعما نهار كامل، باش انكم تشوفوها، ويقدر ما تكملوش من الجوله ديالكم. بالنسبه للحديقه ما ننساش كذلك انه فيها مجموعه من المرافق، المراحيض، قاعه ديال الصالات، المقاهي او المطاعم كذلك الا كنتو بغيتو تاخذوا تماك فطور او الغداء. فوالا، دونك نخليكم مع الكماله ديال الفيديو باش نتعرفوا على بعض الحيوانات اللي قدرنا اننا نشوفوهم، وما بقى لي الا نقول لكم تهلاو فريوسكم الى فرصه قادمه ان شاء الله.